سنسلم اليوم إلى المؤسسات التلفزيونية والقنوات العمومية والخاصة والقنوات التلفزيونية المعتمدة بالجزائر أعمالاً سينمائية بصرية أنجزها القطاع، سواء التي أنجزت من قبل أو التي أنجزناها بعنوان الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. سنعمل على تعزيز هذا التوجه بحول الله وفق رؤية جديدة لتبليغ رسالتنا التاريخية في إطار أعمال ستنجز بحول الله، في إطار برنامج معد ومضبوط بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية. نشرف سويا على توزيع مادة إعلامية على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الوطنية والأجنبية، وذلك بهدف استغلالها خلال المناسبات. إنها مادة ثرية جدا ومتميزة من إنتاج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والمؤسسات الإعلامية الوطنية وحتى الأجنبية، تجد نفسها في حاجة ماسة إلى مثل هذه المواد الإعلامية التاريخية، منها يعني 6 أفلام طويلة، حوالي 44 فيلم وثائقي يعني ممتاز جدا، يعني متنوع وممتاز جدا، وكذلك العديد من السلسلات الوثائقية التاريخية.